قتل 15 شخصا في أعمال عنف واشتباكات في مدن مصرية إثر اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، ما استدعى تدخل قوات من الشرطة والجيش لفض الاشتباكات، وذلك عقب قرار الجيش المصري بعزل مرسي من الرئاسة وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن مساء أمس عن خارطة طريق لمصر تضمنت إقصاء الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد وتعطيل الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. وقال السيسي إنه لم يكن بمقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن أنها ستظل بعيدة عن العمل السياسي. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن الأردن يتابع عن كثب مجريات الأمور في مصر، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية الوثيقة وعرى الأخوة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وشعبيهما، مؤكدا أن موقف الأردن الثابت والواضح يقوم دوما على احترام إرادة الشعب المصري وعلى محبته الصادقة، وهو الذي ما فتأ يذهل العالم كله بإرادته القوية وعزيمته التي لا تلين، وعلى التقدير العالي والكبير للطيف السياسي الوطني المصري. قال مدير إدارة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عيسى معايعة إن لجان الامتحان بالوزارة سجلت لغاية يوم أمس 3200 حالة حرمان لمبحث أو لدورة أو لدورتين بحق مشاركين في امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية بسبب مخالفتهم أنظمة وتعليمات الامتحان، مؤكدا أن الأمور يوم أمس سارت على أحسن ما يرام في جميع قاعات امتحان الثانوية العامة في المملكة، حيث تقدم الطلاب لامتحان اللغة الإنجليزية المستوى الثالث.